هاي جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من جيمر بالعربي. النهاردة هنعمل ريفيو سريع ومختصر عن اللعبة المشوقة، لعبة أنجري بيرد ترانسفورمرز. أي حاجة من شركة أنجري بيرد لازم تدوس فيها على طول. تحاول تضرب الخنازير، تمام. الموضوع بس محتاج تركيز في الثغرة اللي هتخليك تضرب الخنازير دي من ضربة واحدة. يعني أنا عندي هنا مثلا مش هقدر اضرب الازاز ده، الازاز اللي تحت ده، بسرعه 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 بسرعه، حلو قوي. اضرب المتفجرات، حاسب، اضرب المتفجرات، اضرب الازاز. الحجاره صعب ان انت تضرب الحجاره، مش بيأثر فيها الضرب، حاسب. اف انت هنا بيبقى معاك لايف بوينت، او لو حد ضربك بتخسر الجيم. حلوه الطياره اللي بتركبها دي، طياره حلوه. لا 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 لا، حاسب 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 حاسب. اضرب اللغم اضرب اللغم اللغم اللغم، عاش. ايوه كده، لازم تبقى مصحصح بقى، ايه، وباصص حواليك عشان ممكن يجيلك خنزير كده طاير ببالونه يديها لك على طول، لازم تكون فايق لهم. اديله ايه بقى هنا؟ ايه النظام في الحاجات دي؟ الحاجات دي بتتضرب برضو؟ يا نهار ابيض، اف اف اف، ده الحاجات دي بتتضرب ازاي؟ طب الابراج دي بتتضرب ازاي؟ ابجريد نيدد، ماشي ابجريد. تقريبا هم يقصدوا يعملوا حاجه زي كده عشان يعلموني حاجه، ان في ابجريد بيتم. الابجريد ده بيتم بايه بقى، وبستفيد منه في ايه؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض. ابجريد كومبليت يا ولا. لا حلوه دي. رجعت لكم تاني. اضرب، وقع بسرعة. ايه بقى؟ انا بقى بقول لك ايه، اتحول لعربية، سرع. ايوه تمام، مفهوم كده. ارجع تاني. هنا بقى انت بقى تخلي بالك، عربية، تحول لعربية، تمام. اللعبة هيبقى فيها تنوع حلو جدا. حاسب حد. لا اجري، جابوا ولا ما جابوش؟ لا تمام، اللعبة هيبقى فيها تنوع حلو جدا، وتقريبا كده هيتحول بقى لعربيات، وهيتحول لطيارات، وهيبقى في تنوع هايل جدا في اللعبة. وكل مدى هنتفاجئ بصراحة، كل مدى حاسس انها هتفاجئ في اللعبة دي. ايوه بقى، هنعمل انلوك لتشاكي. هنفتح كاركتر جديد. ايوه. تمام. ماشي. نجرب بقى ايه تشاكي، ايه ظروفه. بيضرب الخشب حلو، تشاكي بيضرب الخشب حلو قوي في الخشب، وسريع اكتر لانه اصلا تشاكي سريع. يا ولا اضرب الصندوق بسرعه، اف اف، في حاجات واقفه بعيد قوي، وبيتحول لايه؟ بيتحول لعربيه، عربيه برضه.
بس بصراحه ما كنتش حابب يبقى في اهداف بعيده قوي كده. اوعى واقف مستنيه، ريد واقف مستنيه. لا جميله، انا بس كان عندي تعليق على الاهداف البعيده. في اهداف بعيده قوي وصغيره انت ممكن ما تشوفهاش وما تعرفش تدوس عليها، فكنت يعني افضل الاهداف القريبه. لا بس جميله جميله وفكرتها جميله. بامبل بي، انا كده فتحت بامبل بي. المفروض ان ده اوبتيمس برايم، المفروض يعني ده بقى بامبل بي. شايف ممكن اتعمل له ابجريد برضو. تمام، ابجريد 1 مينيت ماشي. بعد 1 مينيت هيتعمل له ابجريد، واوبتيمس برايم ابجريد 1 مينيت برضو تمام. بس هنا هيحتاج بقى ايه، جولد وجواهر وحاجات كده. اوبتيمس برايم فعلا نفس الاسامي بتاعه ترانسفورمرز. هنا برضو بامبل بي فينيش ناو، ماشي فينيش ناو. رانكد اب تمام. الاهداف البعيده قوي دي بقى بتضايقني، يعني انا مبقاش شايف كويس الاهداف البعيده قوي دي. لازم انت بقى تبقى سريع البديهه، تشوف الثغرات اللي تضرب بيها من اول مره. بحس ما فيش حاجه تفوتك، فانت تحاول تكون سريع البديهه على قد ما تقدر. تعال تعال تعال، يلا يلا يلا. طب ازاي الخنازير ما بتضربش من اول مره؟ يعني انا لازم اضرب الخنزير كذا مره. حاسب تعال تعال ادخل ادخل. طب يا عم روح ساعده يا عم، بدل ما انت واقف مستنيه على الباب كده. لا لعبة خطيرة جدا جدا، لعبة في منتهى الجمال، فكرتها هايلة. يا ويلي لعبة حلوة جدا جدا، فكرتها هايلة بصراحة. أي حاجة من أنجري بيرد بتبقى مثيرة للاهتمام وبتبقى مبهجة وبتبقى ممتعة. شركة محترمة بتقدم كل جديد حقيقي، يعني بيطوروا من الشخصيات بتاعتهم، بيقدموها بأشكال مختلفة جدا عشان تجذب الناس، وده فعلا حاجة هما نجحوا فيها. لعبة خطيرة جدا وفي منتهى الجمال وفكرتها هايلة. هسيب لك اللينك بتاع اللعبه في الديسكربشن، جربها وحملها ان شاء الله تعجبك. اهم حاجه صبعك يروح على اللايك وسبسكرايب للقناه وزر التنبيهات. بص مثلا الحلقات اللي فاتت، تشير حلقه لاصحابك وتسيب كومنت حلو مشجع عشان انت حلو، انت مشاهد حلو. وتستنى الحلقه الجايه من جيمر بالعربي. مع السلامه.